بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلا. والله جل وعلا أسأل أن يظلنا ويظلكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنين أنين أنين. سامعين؟ أنا يعني مصر إن أنا أسمعكم الآهات ديت كل حلقة، لأن والله عدد الرسائل اللي بيجيلي واتس وعدد الكلمات اللي بتكتب على الواتس تدل على الشجن والحزن والألم، تدل على يعني المعاناة الشديدة داخل كل بيت مسلم، وبيفتقروا إلى طريق الخلاص. فطار نلجأ إلى الأطباء، وطار نلجأ إلى العلماء، وطار نلجأ إلى الدجالين المشعوذين، وبحجة اعذرنا عم الشيخ ما أنا مش لاقي حل. والحلول زي ما قلت لك موجودة في الكتاب والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فربنا قال كده في القرآن، الحلول موجودة عند النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي رسول الله يحببكم الله. الحلول موجودة في الاستقامة، في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لازم أن يكون عندنا وقفة زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت مع النفس، ولازم أن أعرف يقيني بالله، يقيني بالله، يقيني بالله. انت واثق في ربنا؟ انا واثق في ربنا. توكل على الله، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. انت بتتكلم يعني انت بتقول ايوه انا متوكل على الله، بس انت مش متوكل على الله حق التوكل. ايوه انت مؤمن بس ما انتش عندك ايمان صادق. انت بتقول لا اله الا الله بس مش خالص من قلبك. من قال لا اله الا الله خالصا خالصا في إخلاص، يبقى أنت عندك معالم الدين بس مش مقرونة باليقين، مش موجود اليقين عندك. وده اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة. أنا النهاردة عندي يقين بأن الحل في القرآن والسنة، بس ما بتبعوش. أنا عارف أن اللي خلقنا ربنا، بس ما بعبدوش حق عبادته. أنا عارف أن الداء والدواء بيد الله، بس مش واثق أن الحل هيجي بسرعة. أصلاً يا عم الشيخ لو مشيت مع ربنا الموضوع هيطول. الله، طب ما أنت آخرك بدايتك بالله وآخرتك بالله، كما بدأنا أول خلق نعيده. طب ما أنت المصنع بتاعك زي ما قلت لك الحلقة اللي فاتت، تكوينك الذاتي الشخصي الروحاني الجسدي هو ربنا اللي مكونه، فهو اللي عنده السر، هو اللي عنده السر، هو اللي عنده الكينونة بتاعتك. إذا قال كن ستكون، كن مريض بعد ما كنت صحيح كن مريض، كن صحيح بعد ما كنت مريض هتكون صحيح. والله يبقى كن مريض بعد ما كنت صحيح هكون مريض، كن صحيح هكون صحيح. بيده أسباب السماوات والأرض، بيتحكم فيك معاك وعندك ومعك ولك وبك. أينما كنت ستجد الله يناديك، عبدي أنا ربك، اسألني أعطيك، اسألني أعطيك، ادعوني أستجب لك. تأوه إلى الله، تأوه. والله العظيم نغمة، نغمة بتصدر منا، مش نغمة هذا الصوت، لا، بتصدر من كل واحد. اسمع، مش محتاجة تفسير، والله ما أهات أهات بتخرج من امرأة مظلومة من زوجها، تحرش بيها، طردها من بيتها،
خد حتى حاجتها، جايالي الرسائل كده، خد حاجتي. بقول له يا عم والله بنفس المنطق والرساله مكتوبه، بقول له طب خد حاجتك واديني حاجتي اللي ابويا جايبها. قال لا مش هتطول يا شيء واحده، هتلقى الله تقول له ايه؟ عملت قضاء على امراه ضعيفه رماها بالليل، تقول خرجني بقميص النوم. يا الله ايه الظلم ده؟ ايه الافتراء ده؟ وعايزين ربنا ينزل رحمته علينا. الرحماء يرحمهم الرحمن. ما بنعرفش ربنا لما بنقع، لما بنقع ونقول اه لما قلتش قال ايه وانت معاك وانت مقتدر وانت قادر. الآن علمت أن لك ربا قويا قادرا مقتدرا جبارا مهيمنا يهيمن على كل شيء. عرفت دلوقت؟ اه عرفت، بس أنا ضعيف. اعترفت أنك أنت ضعيف؟ يا ما استطلنا باللسان، ويا ما استطلنا بالأذهان، ويا ما استطلنا بالغيبة والنميمة، ويا ما رشينا وارتشينا من أكل حقوق الناس عشان نضيع حقوق على ناس ونجلب شيء مش من حقنا. ها حرشنا، افترينا، طردنا، ظلمنا. هو ده اللي احنا عايشين فيه. الآن وقت الحصاد، حينما تستبين لك قدرة الله فاعلم أن قدرة الله غالبة غالبة غالبة. إذا ما دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. هيدي عليك وعين ربنا ما بتنامش. أيها الساحر، شردت كم بيت؟ ها طلقت كم امرأة؟ ها مرضت كم صحيح؟ فكرت كم غني؟ ايه اللي استفدته في النهاية؟ هتلقى الله بإيه؟ بالذنوب. أيها المرأة التي تلجأ إلى الساحر، هتقول لربنا إيه؟ هنقول لربنا إيه يوم الموقف العظيم، يوم لقاء الله جل وعلا، يوم لا ينفع مال ولا بنون. خدت فلوس من جراء الأذى، خدت فلوس كتيرة، لكن لما هتنزل القبر خدت إيه معاك؟ ولا شيء، أكفان بالية. بتعلم الناس السحر ليه؟ انتشرت على الفضائيات. أنا بكلم دعوة للساحر واللي بيلجأ للساحر. أخي الحبيب أنا بحبك والله العظيم، في لحظة هتزهق روحك وانت بتعمل السحر. يموت الإنسان على ما عاش عليه. عشت على السحر هتموت وانت بتسحر. عشت بتقرأ طلاسم الجن والكفر هتموت وانت بتقرأ طلاسم الجن والكفر. أختي الكريمة، لا تدخلي على مواقع النت اللي بتعلم الناس السحر، لأن ربنا قال كده: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني ربنا بيقول لك لو دخلت على النت شفت واحد بيعلم السحر كفر، ربنا بيقول لك لا تكفر. وانت بتنقلي ده كفر، وانت بتجربي ده كفر، وانت بتعملي الأشياء دي ده كفر. لابد لنا من عودة، لابد لنا من رجعة، لابد لنا من وقفة، لابد لنا أن نعلم جيدا أن الشافي هو الله، وأن العاطي هو الله، وأن المانع هو الله. إحنا في هذه الحلقة بوجه نداء للساحر ولكل من يلجأ له، ولكل من تعلم سحره، وكل من وقف على أعتاب السحرة، وكل من نادى بالسحر، أن يتعلم فقها ضروريا بأن حتى الأخذ بهذا الشيء ولو بجهالة هو كفر، لأن الله جل وعلا قد أعلم عنه. معنا طبعا فيديو إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم فيه باستفاضة، لو جاهز الفيديو هنطلع بيه وهتتعلم منه الكثير كيف يصنع هؤلاء من حبائل الشيطان كفرا يتعلمه الناس. وبدأ يرسل عن طريق الإنترنت، وبدأ يعني الناس تدخل تلقى يعني صفحات سهلة للتصفح وللتطبيق عبر الانترنت، إلى أن يجهز الفيديو بنجوب في معالم هذا الدين، الدين الصريح. فيديو هيعلمنا كيف توغل هؤلاء في بيوتنا،
ازاي الناس دي قدرت توصل لعقولنا، وازاي الفكر المتضائل من العالم الاسلامي اصبح فكر مقلد. اه والله فكر مقلد، سمتنا التقليد. الولد يشوف حلقه معينه كابوريا يحلق كابوريا. ايه يا ابني دي؟ يا ابني النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الحلقه، عن القزح، نهى رسوله عن القزح يحلق. ولك الموضع يا عم الشيخ انت راجل راجعي. ابص الاقي العيال لابسين بناطيل متقطعه، انا فكرت والله مش لاقي يشتري. ايه ده يا ابني؟ ده الموضه يا عم الشيخ، وده بنطلون اغلى من البنطلون العادي. كل قطع وقطع عند الركبه وعند اسفل الرجل، البنطلون كله هلاهيل وماشي مش مكسوف من. والله زمان كان لما يبقى فيه قطع بسيط الواحد يتكسف ويقعد يداري فيه قطع عشان نسي خياطه في البنطلون بتاعه او في السروال او في الجلباب. بنقلد بنقلد. التسريحات بتاع النساء المسلمات النهارده تقليد، مكياج معين تقليد، قعده معينه كلام معين، ماما وبابا، ميرسي وبيكو، ميرسي بيكو. يا بنتي ده انت من اصل فلاحي، اصل احنا اتعلمنا كده، ميرسي بيكو. ميرسي ايه وبتاع ايه؟ ميرسي ايه ده؟ احنا في واقعه ما يعلم بها الا ربنا. من ساعة ما تركنا شكرا وجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وأسأل الله لكم العفو والعافية. حياكم الله حياكم الله، جزيتم خيرا، ميرسي بكو، ثانك يو. يا صلاة النبي، أصبحت لغة الغرب أسمى معانينا مش لغة النبي. الشكر والثناء على الله ما تنفعناش النهارده، فماذا حل بنا الا الوباء، الوباء والغلاء والضيق. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الاعراض بدل جزاك الله خيرا ميرسي بكو. ها والله بدل ما نقوم المجلس غفرانك غفرانك، ها باي باي بقى وبنلتقي بكره، باي باي. هو ده، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها. نسيتها وقعدت تدور على الإنترنت والنت وتشوف إيه الجديد وتفصله وتلبسه وتتعلمه وتتكلمه، لكن دخلت على موقع تعلمت فيه كلام النبي، هدي النبي، سمات النبي، صفات النبي، حلاوة النبي، جمال النبي، سيرة النبي. ها تعلمت الكلام ده؟ تعلمت الكلام ده يا اخوانا؟ الشياطين بقى سكنت وبدأ السحر دلوقتي يخش في بيوتنا. مش عايز ترجمة، سحر مشروح مش عايز ترجمة. طيب لما يجي لنا السحر لغاية بيتنا، فأنا عايز أعرف يا عم الشيخ إزاي يعني السحر بيجي لغاية البيت؟ أنا جبت لك فيديو، الفيديو ده انا جبته لك مش عشان تتعلم منه، ده عشان تتعلم مني انا ان ده كفر، عشان انبهك الى ان مش كل حاجه تخش تسمعها. ولا الموقع عليه 2 3 مليون مشاهده، بينما اهل العلم عليهم كام مشاهده؟ 300 ولا 400 مشاهده، يدل على فقر الامه، امه فقيره مش عايزه تسمع الحق عشان ما تنتبهش ان على باطل. أهل الباطل ما يحبوش يسمعوا أي شيء عن الحق عشان ما يفوقش كده. أنا مقتنع إن أنا على باطل ومش عايز لك تفوقني، سيبني يا أخي سيبني يا أخي. زي ما في شخص سمعته في بعض الشجارات في الشارع وأنا ماشي بالسيارة بيقول له واحد، والله العظيم سمعته يقول له يا أخي أنا كافر يا أخي، عايز إيه مني؟ أنا كافر، أنا مش هسجد لله سجدة، أنا هسيب الدين وهعمل لا إله إلا الله. فاستوقفني هذا الكلام فرجعت فوقفت. تعالى، هو مين اللي هيخسر دينه؟ راح باصص لي قال لي أنا. قلت له مين اللي هيتأذى يوم القيامة؟ قال لي أنا. قلت له طيب يعني يعلو صوتك بهذه الكلمة ومفتخر؟ قال لي ما أنا متضايق يا عم الشيخ، خلاص طلعت من هدومي، هكفر بالله. أنا لا إله إلا الله.
ولم يجد الناس في غضبهم حائطا مائلا يعلقون عليه غضبهم إلا دين الله. عايز هو غضبان يسب الدين، يسب الدين، يسب في ذات الله، يسب في ذات الله، يسب النبي محمد، يسب وهو غضبان. فلم يجدوا إلا دين الله شماعة يعلق عليهم أخطائهم، حائط مائل يعلق عليه غضبه. ليه؟ هو ربنا عمل لنا إيه؟ رزق بيرزقك، صحة ومديك، ولد وعطيك، بيت وباني لك بيت، مش أنت، أنت نازل فقير عاري، حافي، ضعيف، نشأك، كبرك، إداك الصلابة والقوة، علمك، إداك العلم اللي تجيب بيه المال، مش شرط العلم اللي هو الثقافي، علم الدنيا، تتاجر وتشتري وتعرف المكسب والخسارة، إداك معالم الدنيا وعرفك وفهمك، والآن أنت بقى عندك مال وعندك صحة وأولاد وزوجة، تسب دينه؟ تكفر بيه؟ ولا تقول اللهم لك الحمد والشكر يا رب؟ حتى في البلاء اللي نزل عليك تعترض عليه؟ ما أصحك كم سنة؟ كنت صحيح كم سنة؟ لما أمرضك تكفر بيه؟ طب لما كفرت بيه هتصحى؟ أبدا، أمورك كلها بيد الله. طب إيه العمل يا عم الشيخ؟ نرجع لربنا. أنت مش محتاج لشيخ يرجعك لله عز وجل. ارجع لله يا أخي، ارجع لله يا أختي الكريمة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما تستعينش بساحر. حتى في استعانتك بالشيخ، حتى ولو أنا، أخذ بالأسباب، لكن بالساحر مفيش أخذ بأسباب، ده كفر. فأنا النهارده بخاطب العالم، أيها الساحر، تب إلى الله، تب إلى الله، جدد إيمانك، والله لن ينفعك هذا العلم، عد إلى الله جل وعلا، عالج بالقرآن يا أخي، ادعو إلى الحبيب، إلى الحبيب النبي العدنان، طبق سنة الرحمن في العلاج بالقرآن. حلالك هيأتيك من اتباع الهدى، أما اتباع السحر والشعوذة والدجل كل ذلك مال سحت، وإن أغناك الدهر كله فإنت غدا بين يدي الله فقير. كثير السيئات فقير الحسنات، يعني ما كانتش الحسنات تطاير تماما، تتطاير بذنوب، بتفريق، ما أنت بتعمل ذنوب وأنت بتعمل السحر، كل مرة بتسحر بتكفر بالله، وممكن تعمل السحر بالزنا، وممكن تعمله بماء نجس، وممكن تكتب القرآن بنجاسة، وممكن ده أختي بتقول لي والله رأيت ساحرا يربط كتاب الله في قدمه ويخش بالحمام. طب أنت رايحة له ليه؟ أنا قلت بقى جربت القرآن ما ينفعش، جربته، هو القرآن بيتجرب. تعال عندي وعندك يقين بالله والله إن شافي والله. طبق هدي النبي، لما أجي أكلمك عن حاجة تقول لي النبي أمر بيها؟ الله أمر بها؟ الله جاء رجل من الأعراب أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، يا رسول الله، كنا نرقي، كانوا جماعة من آل حزم، آل حزم، كنا نرقي برقة في الجاهلية كانت اسمها رقية العقرب، وأنت نهيت عن هذه الرقية وكنا ننفع بها الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم. قل لي كده، النبي بيقول له سمعني كده، سمعني انت بتقول ايه في الرقية. فلما تلوا رقاهم على رسول الله لم يجد بها شرك، قال لا بأس، يلا ارقي بيها، ارقي بيها، فمن استطاع منكم أن ينفع الناس فليفعل، صلى الله عليه وسلم. اللي يستطيع ينفع الناس بشيء ما فيهش شرك فليفعل. النبي لما نهى عن الشيء ورجع فيه مش معنى ذلك تردد النبي. طب ما هو النبي نهى عن زيارة القبور ورجع أجازها وقال ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يبقى نهى ورجع قال زوروها. ليه يا رسول الله؟ فإنها تذكركم الآخرة. يبقى النبي لما ينهى عن رقية معينة ويرجع يجيزها لأنها تنفع الناس، لكن السحر ينفع مين؟ الست اللي اتصلت بيها قالت لي أنا جبت معلقة وطشطشت، اتصلت بساحرة أو دجالة وقالت لها خلي جوزك نايم وطشطشي رصاصة في معلقة فوق دماغه، قالت والله البيت ولع والزوج طلقني وتشردنا. إيه الجهل ده؟ أرسول الله فعل ذلك؟ أرسول الله فعل ذلك؟ الله
أمرنا بذلك، هو ده منطقنا اللي جاي يعلمك بيه. يا أخي طبق القرآن وسنة، املأ بيتك بالقرآن، شغل البقرة وآل عمران، يا أخي شغل آية الكرسي المتكررة، يا أخي هات كوباية مية واقرأ على فاتحة الكتاب 7 مرات، رش بيتك بالقرآن، رش جسمك بالقرآن، رش محلك بالقرآن، ده هو الوحدي، ده اعتراف منك إنك أنت محب لله، إن الله يحب من يحب كلامه، أنت بتحب كلامه، وأنا بتبرك بيه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. قرآن في شفاء، اختبر القرآن في الشفاء، مش تختبره تجربه، لا، اختار كل شوية آية اقرأها على المية واشرب منها وشرب أولادك، مش تروح عند واحد يديكي ما تعرفش ايه وتبلبع تقول اداني ترياق، وقعدنا نشرب الترياق وبطني اتقطعت، ويا عم الشيخ جبت حاجة صفرة، ما هو بيقطع في مصارينك، هل الكلام ده من السنة؟ طبعا هذا كله كلام يحتاج إلى حلقات، لكن هنطلع للفيديو، هيعجبكم الفيديو قوي، من الناس اللي دخلت اتفرجت عليه واتصلت عليا وقالت لي يا شيخ سيد انا جربت الحاجه دي. الفيديو اسمه ايه؟ اللي عايزه تربط لسان جوزها. الله، تعلم العلم اهو. يا اللي عايز ده تربطي، الفيديو اسمه كده، ربط لسان الزوج تخليه اخرس، يكلمك بالصم والبوك، بوم 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 بوم، هو الستات عايزه كده، تصل بالزوج بالساعه تقول له انا عايزاه يبقى خاتم في صباعي، ما يتكلمش، يسمع وينفذ. أختي دخلت على الفيديو ده وطبقته، أقسمت بالله إنها طلقت بعدها. أمال فين الخاتم؟ قالت لي خاتم مين؟ ده قلعنا الخواتم والدهب وأنا طالعة. عشان كده لما بتجي لي حادثة وتقول لي أنا اتفرجت على شيء لازم أنا أشوف الشيء ده إيه وأعرضه عليكم، هنطلع نشوف الفيديو واحدة واحدة كده، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرح مع بعض كيف يفعل هؤلاء بعقول المسلمين. مرحبا بكم في فيديو جديد. الوصفه الاول فيديو اللي جايب لكم اليوم هي وصفه ربط لسان الزوج او الحبيب واجعل الله يتدخل في امورك، يعني سوف تربطين لسانه وستجعلين الله يتدخل في امورك، ستجعلينه خاتم في اصبعك، اي شيء تريدين ان تقومي به لن يتدخل فيك ولن يعترض عن اي شيء تقومين به، يعني اذا قلت لهم هذا الشيء احمر يقول لك احمر، اذا قلت له هذا الشيء اخضر يقول لك اخضر، يعني لا يناقشك ولا يعني لا يتدخل في امرك، يعني سوف يصبح خاتما في اصبعك. بالنسبه لهذه الوصفه يعني احسن زي ما انتم شايفين، وهو يوم ده يعني طرق من طرق تعليم السحر على بعض القنوات على النت، يوم ثلاثاء واربعاء، وبياتوا باعلانات موجوده عندنا، جاء من العالم العربي مش عارف المغربي او من المغرب العربي، العالم الفلكي لقلب الحبيب ورد المطلقه والكلام ده، او المدد الروحاني، وسبق وحطيت فيه مدد روحاني، تحضير المدد الروحاني، يعني في القناه موجود فيديو عن كيفية تحضير المدى الروحاني. لا يوجد شيء اسمه مدى روحاني. الخل هو هذا. سوف تقومين بشراء الخل، أي نوع من الخل. وإحنا قلنا الخل والملح طعام الجن. أي نوع من اسمع. الخل. ثم يعني إناء منها إناء مثل هذا. سوف تأخذين الورقة والقلم وتكتبين ما سأملي عليك الآن بالحرف. اسمع ماذا سيكتب. ما سأملي عليك الآن بالحرف. سوف تكتبين ربط. نعم. ربط لسانك. لسانك حصانك، لسانك إن صنت صانك وإن هنت هانك، سنين، نعم، تصبح مثل الخاتم في أصبعي، والله الكلام كله كذب، اليمين، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ربطة سنين سيصبح مثل الخاتم في أصبعك اليمين، الخاتم في أصبعك اليمين تتحكم نعم. في أي إذا كيفما أردت وأينما أردت، يعني يصبح مثل الخاتم، يعني هذا الزوج سوف يصبح مثل الخاتم تحت خضوعك، اسمع كلماتك تحت نفوذك، ولا كلمة تعلو فوق كلمتك، يعني سبحان الله، يعني وصفة، سبحان الله، وصفة معجزة. ثم تكتبين في السطر الثاني ربطتك ربط، اسمع، لا يفكه لا شمس، نعم، ولا برد، وكأن الشمس والبرد هي اللي بتفك، ولا يعلم هذا الساحر ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، لا يفكه لا شمس ولا برد، لا سنين ولا أعوام، لا شهور ولا أيام، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ربط أبدي، يعني سوف يربط لسانه ربط أبدي، يعني يصبح هذا الزوج
يحترمك يعني يقدرك، اسمع كلامك طبعا. يعني الاخت اللي عملت التفصيل ده لربطت، اسمع كلماتك يعني ولا هي يعني الراجل فكها من حياته تماما. الثالث والتكتوبين، لان طبعا وما هم ضارين به من احد الا باذن الله. هي عملت السحر عشان يبقى منفعه فانقلب الى ضر باذن الله. يجلبك الحنين، نعم، تصبح اللي هو سحر الجلب. يجلبك سحر الجلب اليسرى واليمين، ربطتك يجلبك الحنين تصبح بين يدي اليسرى واليمين، يعني ربطتيه يجلبه الحنين، يعني سيجلبه الحنين ويصبح بين يديك اليسرى واليمين، يعني يصبح مثل هذا القلم، يصبح بين يديك اليسرى واليمين، تتحكمين فيه كيف ما أردت وأينما أردت، يعني يصبح هذا الزوج يسمع كلماتك تحت خضوعك تحت نفوذك، يعني هذا الزوج يعني سأربط. طبعا كل كلام زي ما أنتم شايفين يعني لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سوف يتغير معك كل وكل ذلك من علوم الجن يعني والشياطين. يحترمك يقدرك يسمع يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. بينكم تواصل، يعني سوف تلاحظ طبعا الناس بتتعلق زي ما بيقولوا في أشياء، مش بيتعلقوا بالله، ثم تقومون بيتعلقوا في طلاسم مش في كتاب الله. رسم مثل هذا هكذا، واتبعوا ما تتلو الشياطين. المفروض نتبع ما يتلو كتاب الله جل وعلا. خط افقي هكذا، ثم خط افق، ثم خط عمودي هكذا. ودي الخطوط اللي احنا اتكلمنا عنها. السحر بيتبع حاجه اسمها علم التبسيط والتكسير والاوفاق، ده اسمه علم الاوفاق. هنا ستكتب يخط خطوطا عشان يكتب الاسم واسم الام زي ما انت شايف اهو. وعشان كده انا قلت لك في مرات كثيره ان احنا بفضل الله تبارك وتعالى يجب علينا ان كده ان شاء الله نخرج بره الفيديو ان شاء الله. يعني جبت لك بعض من اجزاء الفيديو عشان طبعا احنا نتلقى اتصالات بعد قليل ان شاء الله عشان نتكلم في هذه الامور باذن المولى جل وعلا. شفنا الفيديو وشفنا التعقيبات الناس اللي دخلت على الانترنت وقالوا والله لا جلب حبيب ولا جلب حد، والله اتقلب نفس اللفظ، قالوا له والله ما جلب ولا عمل، بل بالعكس ازداد بعد وازداد قسوه واتطلقت واتخرب، والله اقسموني بالله. الموضع اللي أنا عايز أقول لك عليه إن ليس بعد كتاب الله حلا، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قيل ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله تبارك وتعالى. هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. أمور لابد من وقفة مع النفس. إحنا عاملين البرنامج عشان نجدد الإيمان، اللي هيحتاج رقية يجي لنا إن شاء الله، يحتاج حجامة يجي لنا إن شاء الله، لكن في خلال البرنامج إحنا هنجدد الإيمان بإذن المولى. وبفضل الله أي استفسار أنا مستعد لاتصالاتكم الآن، عسى أن يخرج من أصلابنا اليوم من يهتدي ويعود إلى الله تبارك وتعالى، ومن يجدد الإيمان ويعود إلى الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم، جددوا إيمانكم، جددوا إيمانكم. قيل كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله حصن حصين لكل من عارف معنى لا إله إلا الله. معنا الأستاذة حنان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لو سمحت يا شيخنا ممكن استفسر حضرتك على حاجة؟ اتفضلي. احنا بيت أهلي بقاله سنة وشوية كلته مشاكل. نعم. حزن وكرب وتعب وعيا، واللي بيقعد من الشغل واللي يشتغل وصاحب الشغل ما يقبلهوش، ما فيش كده يعني. نعم. والخير كده ان امي اخواتها اتبلى عليها بالظلم ودخلوا عليها وضربوها وقالوا الناس عليها كلام بالكذب ان احنا ضربناها علشان كذا، هي بتعيط كل يوم من وقع الظلم ده عليها. يعني قالوا على اختهم كلام في عرضها؟ لا مش في عرضها، هم لما دخلوا عليها وضربوها فالناس ليه عملت في اخواتكم في اختكم كده، عملت كذا وكذا وكذا، كلام كبير بالكذب يعني. قالوا أيوة على كلام. ايوه يعني عم ايه في كلام كبير بالكذب يعني في العرض يعني. لا مش في العرض، قالوا ان انا ليا خال ما بيخلفش، فقالوا وخال متوفي، فعلشان هم اتحرجوا من اللي عملوه قالوا ده دخلت على خالي وقالت له هو كاتب البيت باسم اليتيم مثلا، هم قالوا كده يعني. فقالت ازاي تكتب له ولي؟ لا، ودخلت عليه ومراته وهم لوحدهم وضربتهم، وهي اصلا ما بتمشيش، هي بتمشي على عكاز. دي يعني الكلام يعني اللي هي دخلت بالعكاز ضربتهم بالعكاز يعني. اه، افتروا عليه. الناس في اللي صدق وفي اللي عارف الحقيقه،
فمن يومها بقى لازم ان احنا لما نيجي نخرج لازم نفوت عليهم، لان احنا بيتنا جوه. لو مؤاخذه يا شيخنا، تلقيح وتف وشتيمه ومقلوبين عليها قلبه من غير يا استاذه يعني حنان، غير وجه حق. استاذه حنان اتفضل. ارجو ادي رقمي لوالدتك، انا عايز اكلمها شخصيا. عايز انا اتكلم معاها شخصيا. هي تعبانه جدا يا شيخ. لا تكلمني. بتعيط في اليوم 5 6 مرات. يا ست الكل تكلمني سبعة. تكلمني، انا عايز اتواصل معاها صوتيا ان شاء الله. انا عايز اتكلم معاها، او هي حتى ترن عليا وانا هكلمها من عندي انا. طب ويا شيخنا حلمت برضك ان في تعبان كبير تحت السلم بتاعهم في البيت. نعم. ومرات اخويا تقعد تشد فيه عشان تطلعه، دخل في طين كده ضخم جدا وما رضاش يطلع ابدا. نعم. يبقى هناك سحر يا استاذة حنان، في سحر هناك في 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 هذا البيت. هناك من يفعل سحرا بالمشاكل وبالهم وبالايه بالتعريض بهذا كل حاجه. طيب يا ريت بس نسمع صوت الام واتكلم معه، وان شاء الله اقول لكم الحل باذن الله تعالى. طب ممكن الرقم حضرتك؟ ان شاء الله بعد الارقام اهيت، وان شاء الله تاخده من الارقام الرقم الخاص بتاعي ان شاء الله. طب اخده من مين؟ من الكنترول؟ الارقام اللي موجوده على الشاشه بتاعتي، او تتواصل معاه على الواتس واكتب لك الرقم الخاص. طيب احنا بنتكلم على الاهات والانين، لما يكون واحده عجوز بتتوكز على عكازين وفجاه كده اخواتها يتبلوا عليها بامور ويضربوها وشعروا باختهم. طيب اين الرحمات وكيف تتنزل الرحمات في عالم غابت عنه الرحمه الا اذا تلطفنا الله برحمته او تغمدنا الله برحمته؟ فعلا احنا محتاجين ان احنا نلجا الى الله جل وعلا حتى ياتينا اليقين. اليقين ان دي اختي، ما ينفعش اعمل بيها كده، ان ده اخويا، الا اذا كانت اخته ظالمه، او اذا كان زوجها بيحرضها على الظلم، او اذا كان زوجها بيحرضها على القطيعه، فهذه طبعا هي ابقت عن قطيع الاخوه وعن قطيع الحب. فربنا يكرمنا كده ونزرع الاخاء في قلوبنا ان شاء الله. استاذ محمود السلام عليكم. استاذ محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا استاذ محمود؟ تفضل. والله كان عندي استفسار كده يا شيخ. تفضل يا استاذ محمود تفضل. الله يكرمك. كنت عايز استفسر بس عن يمين الطلاق، لو واحد بيحلف يمين الطلاق على طول، بينحسب طلقه كل مره لو مثلا قال عليها طلاق مثلا يعني ما صدقش في اليمين بتاعه، بتتحسب طلقه ولا لا؟ يا استاذ محمود، علي الطلاق ليس طلاق يقع على المراه، هذا يمين مخالفه ليمين الله، من اراد ان يحلف فليحلف بايه؟ استاذ محمود تمام. من اراد ان يحلف، من اراد ان يحلف، لو لما حديث النبي، حديث النبي من اراد ان يحلف فليحلف بايه؟ بالله. بالله. طيب انت حلفت بغير الله، يبقى انت عليك كفاره يمين، لان ده اسمه يمين. ولا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ده يمين لغو. لكن الطلاق الصريح انك تقول لزوجتك انت طالق، او الطلاق المعلق على شرط انك انت لو رحت بيت ابوك تبقى طالق، مجرد ما تروح بيت ابوك تبقى طالق. اما علي الطلاق، انا عندي بلد كل يوم بتحلف بالطلاق مليون مره، يعني علي الطلاق ما انا شارب، علي الطلاق ما انا واكل، علي الطلاق ما انا رايح، هذا يمين من لطف الله ان له كفاره، فلا يحسب به طلاقا ان شاء الله. استاذ محمود خلاص. طيب فاحنا ان شاء الله نخلي بالنا، الناس اللي بتحلف بالطلاق كتير هذا يعني ممكن ياخده ويقول عليه الطلاق، لكن الطلاق لا يقع الا بالتصريح، طلاق الصريح. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد؟ ممكن اكلم من دمياط؟ ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ اه معاك الشيخ سيد، اتفضل يا استاذ محمد. الله يبارك فيك. ما اقدرش اقول له كده يا استاذ. السلام عليكم. اقفل لك الخط. تصريح لا. طيب المخرج الجميل بتاعنا بينكت معانا. طيب ماشي، عاود الاتصال تاني يا استاذ محمد، وكلمنا عبر الهاتف، بلاش نعلي التلفزيون عشان نقدر نسمع بعض ان شاء الله. الله المستعان. فنرجع برضو كنبذه من فوتهاش موضوع الطلاق يا اخوانا، عشان ده سؤال مهم جدا. طلاق التصريحي اللي هو الطلاق الصريح او المعلق على شرط هو الذي يقع به الطلاق، اما علي الطلاق فالكفر ان شاء الله. طب ايه الكفاره بتاعته؟ طعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، اللي هو اللي يعني ايه، لو انت راجل فقير او طلع 5 جنيه يعني إيه، قرصين طعميه ورغيف عيش يعني خلاص. فمعانا اتصال. السلام عليكم. ازيك يا سيدنا؟ الله يكرمك يا ابو عمر.
الله يصلح حالك يا سيدنا، كل سنه حضرتك طيب. تقبل الله منا ومنك يا رب. الله سعداء بحضرتك والله. والله وانا اسعد بيكم بفضل الله. الله يصلح حالك. بعد اذن حضرتك عندي بس رؤيه كده لزوجتي شافتها. تفضل يا ابو عمر تفضل. حضرتك يعني زوجتي من بتحفظ القران للاطفال وكده. نعم. يعني كانت نايمه وحلمت ان هي بتقرا سوره سبح اسم ربك الاعلى. نعم. وقامت على ان هي بتقرا كده في المنام. طيب وبعد اذن حضرتك برضه رؤيه ثانيه لبنتي، معلش الله يصلح حالك يا دكتور. تفضل. بنتي حضرتك شافت ان هي في بيت كده في شارع وفي صويت وفي حاجات بتصوت وهي قاعده تقرا آية الكرسي. نعم. وكل والله هتقول اعوذ برب الناس، كل اعوذ برب الفلق، سوره الاعراف، كل ما تيجي تتذكر حاجه تلاقي حاجه بتصوت. نعم. بس لما قعدت تقرا الحاجات دي كلها سيدنا، فيعني بقى الصوت يهدى 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 لحد ما راح خالص. طيب عليها عليها ان ترقي نفسها بكل والله احد والمعوذتين، فهي معيونه محسوده يعني البنت. تمام يا فندم. اما بالنسبه للزوجه ان شاء الله فبشرها بان لها مقاما عليه عند الله جل وعلا، لانها تسير على ضرب الانبياء في تعليم القران، واسال الله لها ان يثبته على الحق ان شاء الله جل وعلا. سبح اسم ربك الاعلى، علو في المنزله ان استمرت على هذا الامر الى ان تلقى الله جل وعلا، بشرها بهذا المقام ان شاء الله. سليم. دائما البشرات تأتي من الأعمال، وإحنا قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، قيل من المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. ومعانا أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا أم محمد؟ يا شيخ كويس؟ نحمد الله جل وعلا. والله يا شيخ إني بحبك في النار والله. أحبكم الله أحبكم الله، تفضلي. بص يا شيخ، انا والله دايما مشاكل بيني وبين جوزي. نعم. بدون سبب. بدون نعم. سبب، وانا عندي نفور مش طبيعي من جوزي. نعم. ودايما دايما دايما مشاكل بدون اي، يعني انا من بدون اي سبب، ومشاكلي بتتزايد مع اهل جوزي. نعم. مع ان والله علاقتي انا بيهم كويسه جدا. ويا شيخ انا كنت ساكنه في شقه قبل كده، وبعد نعم. كده نقلت من الشقه دي، كنت الشقه اللي انا كنت قاعده فيها دي كنت بشوف خيالات سودا. سامعني يا شيخ؟ تمام. كنت بشوف فيها كظل اسود كده. طيب الجن الاسود ده لا، انك انت مصابه بعشق جن يا ام محمد، في بقع زرقاء في جسم، في بقع زرقاء في جسمك او خرابيش ظهرت؟ لا لا مفيش. تساقط في الشعر؟ لا، هو شعري يعني نزل مره كده بس بعد الولاده، وبعد كده هو لا مفيش تساقط. طيب يعني يا ام محمد ان شاء الله يعني رجاء بفضل الله تبارك وتعالى يعني تشغلي صوت البقره لمده 3 ايام في البيت، وتتصل على الواتس بتاعي تقولي لي ايه العرض اللي انت شفتيه بعد سوره البقره عشان نحدد ايه الداء اللي موجود، لان طبعا المفروض الرقيه هي التي تبين كل شيء، اما عبر الهاتف هذا لا طبعا لا اصل فيه. حديث عثمان بن ابي العاص لما قال للنبي اني يعني لا اذكر بما صليت وكيف صليت، قال اذني يا عثمان يعني تعالى تعالى اقرا عليك، وقرا علينا وقال ذاك شيطان. فاحنا ان شاء الله المفروض ان التشخيص بايه مبدئيا بنقول شغل سوره البقره في البيت ونشوف البيت كيف تحول بعد 3 ايام عشان نعرف هل هناك سحر، لان السحر لا ينفك بعد 3 ايام من سوره البقره، اما الجن العارض يعني بينصرف من اول يوم البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يدخله شيطان 3 ايام، اما جن السحر لا ينفك بسوره البقره فقط، لازم نلقي التخريج وتحصين ان شاء الله. معانا اتصال، السلام عليكم. ام محمد أيوة. اسكندريه، السلام عليكم ام محمد. ايوه يا شيخ، انا حلمت. احلام على الواتس عشان ما حدش يزعل. الناس اللي بتقول انت منزل رقم الواتس ليه؟ انا ما بفسرش احلام على الواتس. نفسر في الحلقه ماشي، ويكون الامور كلها مرتبطه بالعلاج بالقران او بشكوى او بفتوى، انا تحت امرك. الى ان القاكم يوم السبت القادم الاعاده بكره الساعه 8 الصبح، اللي ما تابعش الحلقه من اولها بكره الاحد ان شاء الله الساعه 8 الصبح. الى ان القاكم يوم السبت القادم الساعه 8 مساء، اترككم في رعاية الله ومنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.